سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين. معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً عن معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، يسرني أن أحييكم وأن أنقل إليكم تحياتي معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، وتمنياته بالنجاح والتوفيق لهذا المؤتمر المهم في رسالته وأهدافه المتميزة، واعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة لارتباط معاليه هذا الأسبوع وفي مكة المكرمة برعاية لقاء جامع لعلماء العراق الشقيق جمعهم الله على البر والتقوى. أيها الجمع الكريم، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بخاتمة شرائعه، وأودعها ما يصلح حال الإنسان في كل زمان ومكان، وحدد لها من الأطر ما يكفل إسعاد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، فكانت الشريعة عظيمةً في تكاملها، بديعةً في شمولها واستجابتها لمستجدات الأحداث ومراعاتها لمتغيرات العصور. إن المسائل الفقهية المعاصرة يرتبط بها ويؤثر فيها عناصر عديدة يفرضها اشتباك الحياة وترابط جوانبها وتسارع تطورها، وهو ما يلقي بثقل بالغ أمام الفقيه وهو يرنو إلى فهم واقعه وتكييفه في ضوء نصوص الشريعة لاستنباط الحكم المناسب له، وهو ما يستدعي من الباحثين الأكفاء بذل الجهد في تحريرها تحريراً جامعاً ودقيقاً وفق أصول البحث العلمي المنضبط والنظر الصحيح في الأدلة المعتبرة شرعاً على ضوء ما أصله علماء الأصول فهماً وتنزيلاً وموازنةً وترجيحاً وقياساً وتخريجاً وسبراً وتقسيماً، مراعين في ذلك كله مذاهب الأئمة المجتهدين المعتبرين وفق رؤية تحافظ على الثوابت الشرعية وتراعي المتغيرات المكانية والزمانية وما يكتنفها من ملابسات ومتعلقات تقتضي تحقيق المناط الصحيح وتجديد النظر في منهجية التطبيق الفقهي في ضوء مستجدات العصر ونوازله بناءً على المرونة المودعة في أصل الأحكام الشرعية. ومنذ نشأة الفقه الإسلامي أدرك العلماء ضرورة استشراف النوازل والمستجدات وتكييفها تكييفاً فقهياً معتدلاً ومتوازناً يراعي مصالح البلاد والعباد ويتناغم مع روح الشريعة وحكمتها ووسطيتها واعتدالها، مستحضرين في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وأيقنوا أن واجب الفقيه المسلم هو تحقيق مناط النصوص الشرعية، وهذا يستلزم منه فقه الواقع المعاش،
فلا صحة لفتيا لا تعي الواقع، كما لا يحقق مقاصد الشريعة فتاوى تجمد على حرفية النص من غير تدبر في روحه ومآلاته ومقاصده. وهذا الفهم المقاصدي الذي يتجاوز الجزئيات إلى الكليات أعطى للشريعة مرونتها وأكسبها حيويتها، فكانت المصدر الملهم لدساتير وقوانين العديد من دول العالم الإسلامي، بل والدول الأوروبية التي استفادت من مدونات الفقه المالكي في صياغة مسوداتها القانونية. أيها الجمع المبارك، ليس من عتب أن الفتوى كانت طوال عصور الإسلام عملاً فردياً تضبطه الأطر العامة للمذاهب الفقهية المعتبرة عند المسلمين، فقد غاب التنسيق بين المجتهدين لتعذره وفق إمكانات تلك الأزمنة وصعوبات التواصل لتباعد المسافات. واليوم نشهد تطورات متسارعة في تقنية المعلومات وتلاشي المسافات الذي تحققه التقنيات الحديثة ووسائط الاتصال التي جعلت التواصل بين المؤسسات العلمائية والفقهاء أمراً ميسراً في وقت أضحت الحاجة أكبر إلى اجتماعهم وتداولهم الرأي في الشأن العام الذي تصدى له من لا يحسنه من طلاب العلم وأدعيائه، الذين صدرهم انشغال العلماء عن ملاحقة مستجدات التقنية وتفعيلها في التواصل مع الجمهور وضعف التنسيق بين دور الفتيا وأهلها المعتبرين. وأستذكر هنا ما ورد في وثيقة مكة المكرمة التي أصدرها مؤتمر جامع كبير لرابطة العالم الإسلامي عقد بجوار الكعبة المشرفة في ليالي العشر الأخير من رمضان المبارك عام 1440 للهجرة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وبمشاركة كبار مفتي العالم الإسلامي، حيث تقول الوثيقة في بندها 29: لا يبرم شأن الأمة الإسلامية ويتحدث باسمها في أمرها الديني وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون، في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة وما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ومؤسسات الفقه البحثية مدعوة إلى إعمال مبدأ الشورى والتكامل بينها بتوظيف التقنيات الحديثة في توسيع دائرة التواصل والعمل على تداول الرأي وصولاً للأحكم وتضييقاً لشقة الخلاف بين العلماء وجمعاً لكلمتهم على الأحوط والأوفق بمصالح الأمة، والخروج من مأزق الفتاوى الفردية إلى رحابة الفتيا الجماعية، وبخاصة في القضايا العامة المستجدة والنوازل المعاصرة بما يسهم في تناولها باستقصاء البحث وشمولية الدراسة مع النظر في المآلات ومراعاة المصالح والمفاسد. أيها الحضور المبارك، وإذ كان الفقهاء في الماضي يتشككون في إمكانية انعقاد الإجماع وهو واحد من أهم أدلة الشريعة، فإننا اليوم أقرب إلى تحقيقه من أي وقت مضى إذا أحسننا توظيف التقنية في التواصل مع المجتهدين المعتبرين وطلب رأيهم وتسجيله وتوثيقه. ورابطة العالم الإسلامي إدراكاً منها لأهمية التطور التقني وما حققه من قفزات متسارعة، ف
فإنها تؤكد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الإفتاء من أجل توظيف هذه التقنية واستثمارها إيجابياً وتوسيع دائرة التنسيق مع هذه المؤسسات، وكذا التواصل مع المستفتين عبر بوابات الفتية الإلكترونية، وتبدي رغبتها في تواصل مجمعها الفقهي وهيئة علماء المسلمين فيها مع كافة المؤسسات المعنية خدمةً لهذا الدين وتعاونًا على البر والتقوى وخير الإنسانية جمعًا. وأختم بشكر صاحب الفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على كريم الرعاية والوفادة، وأخص بالشكر والتقدير صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، والشكر موصول لمنسوب دار الإفتاء على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر، والشكر كذلك للحضور الكريم. وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليكم من رب غفور رحيم.